بسم الله الرحمن الرحيم. 21/12/2012 محاصرة مطار كويرس من قبل أبطال الجيش الحر. بسم الله الرحمن الرحيم. نحن اليوم السادس لمحاصرة مطار كويرس، وهذا اليوم السادس لمحاصرة مطار كويرس، ونحن تجمع كتائب درع الصديق ولواء درع الشام نعلن عن محاصرة مطار كويرس اليوم السادس على التوالي، وهذه همة الشباب عالية بإذن الله تعالى، ونرجو من الله عز وجل الشهادة أو النصر. أتخبرنا شيء عن الانشقاقات؟ انشقاقات كثيرة بإذن الله تعالى، برتب ضباط وصف ضباط ومجندين الحمد لله. وهمة الشباب؟ همة الشباب بدك تسأل أنت. همة الشباب، همة الشباب همة الشباب عالية بإذن الله تعالى، ومنصورون بإذن الله تعالى، لن نترك هذه النقطة إلا بالشهادة أو النصر. تكبير الله أكبر.